وهم كافرون سيتم الله هذا النور وسيعلمون أن الحق في كتاب الله، أن الحق في الإسلام، أن حل المشاكل في الإسلام. وفي ما تبقى من دقائق معدودة حتى أترك الدقائق الثلاث كما ذكر الشيخ أحمد، أريد أن أقول نحتاج إلى هجرة، هجرة قلبية، هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعناصرها أربعة كما قرر علماؤنا، عناصرها أربعة، ويذكر هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله. الهجرة إلى رسول الله، فلنهاجر جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبرهن بأننا كلنا نحبه وكلنا نحبه. طيب، صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة حتى نبرهن على أننا كلنا نحبه، علينا أن نهجر جميع الطرق ونتبع طريقا واحدا الذي فيه سعادتنا الدنيوية والأخروية، أن نتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالانقياد. والانقياد في لغة العرب هو الخضوع والإذعان والتذلل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالانقياد، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديق أمره وتصديق خبره. أي أمر جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت عقولنا القاصرة كنها الأمر وحكمته أم لم تدرك، فما علينا إلا بالتصديق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا زكاه قائلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هجرة أخيرا، هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. أي أمر جاءنا في الوقت الذي يأتينا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الأوامر المباحة، نؤخر هذا الأمر ونقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه ويجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا معه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كل ما سمعنا وما قلنا من كلام حجة لنا عند لقاء ربنا جل وعلا، وأن لا يجعله حجة علينا. وأترك الكلمة أخيرا للشيخ أحمد. أنسى الميكروفون. أختم بأمنية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شو تتمنون إخواني؟ شو تتمنون خواتي؟ شو تتمنون أبنائي وبناتي؟ أمنية الرسول محمد إيش؟ رغم انشغالاته وارتباطاته وأعماله اللي لا تعد ولا تحصى، أمنية الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة. وذلك كلنا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. فأمنية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قال يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لواحد، وأرجو من الله أن أكون ذلك الواحد. فما هي أمنيتكم؟ سيروا وراه واشتغلوا بهدي وسنته. الرسول يجد تمرة يلقاها في الطريق ويقول لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقات لأكلتها. تمرة يخاف من الحرام عليه الصلاة والسلام، يطيع ربه في الصغيرة والكبيرة. لذلك أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، هذا حبيبنا، وسامحونا على الاختصار والدمج والاختصار اللي نرجو من الله لا يكون مخل. وصلنا لكم وتركنا لكم بعض النقاط على الحروف التي تعيننا وتعينكم على العمل. فالله الله بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه والسير على سيرته. فأسأل الله أن يبارك في إخواننا في مشروع درر
أن يوفقهم وأن يكرر أعمالهم وأن يبارك فيها وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم، كما أرجو من الله أن يبارك في مجيء الشيخ ولقائنا والتقاءكم للاقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يجعلنا وياكم يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.